الفيديو ده متوجه للناس اللي لسه مخلصين ثانويه عامه، الطلب اللي خلص ثانويه عامه، والاسئله الكتير اللي بتجي لي يقول لك نخش كليه ايه؟ ايه احسن كليه تساعد ان انا اشتغل؟ اول حاجه قبل ما اجاوبك السؤال ده، اختيارك هو اختيارك انت، لا اختيار والدك ولا والدتك ولا عمتك ولا خالتك، ده اختيار حضرتك. يعني انت ببساطه شديده جدا صاحب اقرار، انت هتدخل كليه ايه؟ طب دخول الكليه ده بناء على ايه؟ بناء على رغبتك انت وميولك واهتماماتك والحاجه اللي تحبها. طبعا لو مجموعك يجيبها ازاي؟ انا واحد بحب الهندسه، بحب العمارات، شكل العمارات، بناء العمارات، الفرق بين التويست تاور والفلات تاور، وي وي، خش كليه هندسه. طب انت واحد بتحب الرسم جدا، خش كليه فنون جميله وما تقلقش، ممكن تكون مهنه وممكن تكسب منها فلوس وتستغلها، مش ممكن تبقى فنان بوهيمي بس ما تقلقش، لا ممكن تكسب منها فلوس وتبقى كارير بالنسبه لك. لو انت الراجل النهارده فور اكزامبل حبك قوي قصه الماركتنج والتسويق والبزنس والانتربرينور، وي، خش كليه تجاره. فده اول اساس، انت صاحب القرار، اوعى تكون فاكر ان حد يقول لك انا المفروض تخش الكليه دي. بس خد بالك، ودي النصيحه الاهم، دراستك بعد ما تتخرج هتكون بتمثل وشهادتك 30 ل 40% ماكسيموم 50% في تعيينك في الشغل ده. ازاي؟ في جزء كبير جدا بعد الاربع سنين ما يخلصهم، وانا بيخلصهم وانا بقول لك من دلوقتي، هو جزئيه اللايف سكيلز. يعني ايه اللايف سكيلز؟ الشخص اللي مقدم الوظيفه ده لازم يكون عنده مهارات حياتيه. يعني ايه مهارات حياتيه؟ عنده قدره على الاتصال بالبشر. طب اعمل ايه؟ في الاربع سنين ده اروح كامب، فكر ان انت تحوش فلوس حتى لو كانت صغيره وتسافر، فكر ان انت تروح ندوات، فكر ان انت يكون لك علاقات بناس في دول تانية. مهم جدا ان انت تتعلم لغه، اللغه الانجليزيه شئنا او ابينا هي اللغه المسيطره على العصر، هي لغه الكمبيوتر، هي لغه الانترنت. لازم يكون، لازم في الاربع سنين لو انت ما عندكش درجه ايجاد عاليه للغه الانجليزيه تقوي اللغه الانجليزيه بتاعتك، وتبقى جامد جدا لو خدت معاها لغه ثانيه، فرنساوي او الماني فور اكزامبل او اسباني. اللغه الاسبانيه من اهم اللغات اللي انت ممكن برضه تدرسها، بس الانجليزي هو الاساس. قدرتك على تعلم اللغه وقدرتك على الاندماج مع المجتمع وقدرتك على انك انت يكون عندك خبرات مختلفه والاشتراك في بروجكتس معينه وقراية كتب كتير، روح اتدرب في مكان. بس خد بالك، اوعى تروح تتدرب التدرب التقليدي اللي هو بتروح عشان تصور ورق، لا، تروح تتدرب عشان تعرف الاورجانيزيشن دي بتشتغل ازاي، الشركه دي بتشتغل ازاي، يعني ايه شركه، يعني ايه التزام في شركه، يعني ايه الهيروريكي في شركه. يبقى انت كده بتاهل نفسك دراسيا في حاجه انت حبيتها، وفي نفس الوقت بتاهل نفسك كانك انت جاهز لسوق العمل. الاثنين مع بعض هيؤدوا النتيجة ان انت تبدا تكون شخص صالح ان انت تشتغل في مجال العمل بشكل كامل. اوعى تضيع الاربع سنين بتوعك في الجامعه فقط، وبرضه ما تضيعش اجازتك كلها في حته ان انت مركز ببساطه شديده جدا في الدراسه بس، لا، اجازه الصيف فيها جزء للتدريب او جزء للدراسه او جزء للتعامل اللغه او جزء للقراءه او جزء للاندماج. دور على البروجرام اللي بتتقدم للناس اللي في الجامعه، حاول انت تشارك فيها، التبادل بين الجامعات المصريه والجامعات الخارجيه، خد خبرات حياه. التعليم والبرسنتج اللي انت بتخرج منه من الجامعه جزء واحد من اختيارك للوظيفه، لازم تكون شخص قادر على انك انت تندمج مع مجتمع العمل. حضر نفسك كويس قوي دراسيا وانسانيا وحياتيا زي ما بنقول، تقدر ان انت تخرج وتروح سوق العمل وتكون انسان ناجح جدا. خليك فاكر كل الناس اللي ناجحوا في حياتهم فيهم ناس مش شرط درس بس ما كانوش اذكى ناس، كانوا اكتر ناس عندهم تفكير مختلف وتفكير ابتكاري. فكر بهذا الشكل، واتمنى لكم التوفيق، وانا متاكد انك لو مشيت على الستبس دي ربنا هيوفقك. اشكركم جدا.